السلام عليكم يا صغاري، أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سنتعلم لونا جديدا، هيا بنا نعرف ما هو هذا اللون. اليوم هو الثلاثاء، التاريخ 21/4/2020، الدرس اللون البني، الصف بستان. إذا لوننا لهذا اليوم هو اللون البني. انظروا معي إلى هذه السجادة فإن لونها بني، وهذا الصندوق لونه بني، وننظر مثلا إلى هذه السلة فإن لونها بني، والألعاب بداخلها لونها بني، وننظر مثلا إلى هذه الخيوط فإن لونها بني. هيا بنا نرى هذا الفيديو معا. الدب لونه بني، الطاولة لونها بني، وهذه خزانة الثياب لونها بني، وهذا حصان لونه بني، وهذا خب لونه بني، وخشب الشجر لونه بني، وهذه دمية لونها بني، وهذا كرسي لونه بني، وهذا قلم رصاص لونه بني. إذا كما رأينا في هذا الفيديو فإنه يوجد به أشياء لونها بني، والآن سننظر إلى هذه الصور لنرى ما هو لونها. لون الجوز الهند بني من الخارج، ولون الكستناء بني، وهذا البيت لونه بني، وجذع الشجرة لونه بني. انظروا إلى هذه الصور، فالبالون لونه بني، والسيارة لونها بني، وبعض الثياب لونها بني، وهذا الحصان لونه بني، وهذا الدب بني، والقرد بني. إذا كما تعلمنا فإن هذا هو اللون البني. إذا أين هو اللون البني في هذه الصورة؟ إذن أين هو؟ ها هو اللون البني. أحسنتم يا صغاري. إذن الواجب المطلوب منكم يا أطفالي حل سؤال مرر لونك البني على الصور التالية، صفحة رقم 31. دمتم بخير، مع السلامة.